يسعد مساكم مشاهدينا. السلام صغار تفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وطرابلس منذ قليل فجر القنبلة الأكثر دويا وأذى بكرة القدم اللبنانية بإقصاء النجمة، ونهائي كأس لبنان سيكون شمالي بامتياز. منتخب الفوتسال جاهز لكأس آسيا. النبشيد احتفل على أرضه. جمال الخطيب وعلي صفا وأبو طالب والديربي. جمهور الدرجة الرابعة رسالة إلى من يهمه الأمر. هيك الأخلاق الرياضية بس بأوروبا. قبل ما نفوت بمفاجأتي كأس لبنان، خروج النجمة وخروج الإخاء الأهلي علي، بدنا نروح لدوري الدرجة الرابعة مع أحد أندية الدرجة الرابعة، الاتحاد حارة الناعمة وجمهوره يلي هو بشكل رسالة تحية لأندية الدرجة الأولى وإداراتها، البعض منا النايم. شفنا بحلقة الماضية جانب من جمهور الرياضي العباسية بالجنوب، اليوم عم نشوف الاتحاد حارة الناعمة، وبرجع بقول هذه رسالة إلى من يهمه الأمر بأندية الدرجة الأولى اللي بنعرف أنه عنده جمهور كبير إنما مغيب على شاشات التلفزيون. نحن مبسوطين فيهم بس بنتمنىهم بالملعب. منروح لكأس لبنان مع مباراة أقل من المطلوب، إنما حصد منا السلام صغرتا ما هو مطلوب، والأخاء الأهلي علي مرة جديدة عم بيأدي بما هو أقل من إمكانياته. مع دخول الفريقين بهاللحظات إلى أرض الملعب، ملعب صيدا هو اللي عم يحتضن مباراة الفريقين بهالوقت، إذن عم تنطلق المباراة الدور النصف نهائي من مسابقة كأس لبنان. إذن أحمد حاج محمد موجود خلف الكرة، أحمد حاج محمد بيسدد مباشرة باتجاه ربيع الكاخي، إنما الأخير بيخلص الكرة. طارق العمراتي اللاعب الصف السابق واللي احرز بطولتين مع صفا بيلعب كره عند داخل منطقه مباشره باتجاه مرمى الصيداوي لمصلحه الاخاء، مع قاسم محمود بيلعب كره طويله باتجاه دياجو 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 لوحده بيسدد دياجو. وصلت الكره لعند دياجو، ما بده افضل من هيك. اللاعب اللي بيمتاز دائما بمنطقه الجزاء، البنيه الجسديه الهائله ساعدته تماما لدياجو انه يحصل على الكره وسدد بقدمه. صحيح تسديده منها صاروخيه، انما تسديده خدعته تماما للصيداوي. محاولات السلام صغرته مع جوردن ديان، بيلعب كره عند عبد الله ديا، شوفوا باي طريقه لاعبي السلام صغرته عم يتنقل الكرات. يا سلام، لا 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 ما معقول ما معقول ما معقول شو عم يعمل السلام صغرته، ما معقول. هالكره الرائعه والمميزه، ما في افضل من هيك، ما في افضل من التيكي تاكا بكرة قدم. هيدا الامر اللي كان عم يعمله السلام صغرته، بيحاول يمر لوحده او بكمل بسدده. كل شيء ممكن، الكرة بتنفذ لداخل منطقة الجزاء، العرضية ممكن ممكن. وبهالوقت اذا سامر السيد قاسم عم يعلن عن نهاية أحداث المباراة الماراثونية، واللي بحق له يفرح بكل تأكيد. لاعب اسمه عبد الله ديا، مثل ما اللاعبين على أرض الملعب أيضا بحق لهم يفرحوا بهالفوز الكبير. مبروك للسلام صغرتا التأهل إلى نهائي كأس لبنان، ومباراة كانت شهدت بعض الحالات التحكيمية التي يتوجب الوقوف عندها، خلينا نشوفها نحن وياكم. بداية مع تدخل قاسي من لاعب الإخاء الأهلي علي على لاعب السلام صغرتا، الحكم أخطأ، الحكم أعطى الخطأ عفوا وأنذر لاعب الإخاء، وقرار الحكم كان صحيح. كمان أيضا قرار صحيح من الحكم بعد خطأ واضح من لاعب الإخاء على لاعب السلام صغرتا، بنشوفه أيضا بالإعادة، خطأ واضح ومن الخلف. أيضا قرار ثالث صحيح من الحكم، مسك متعمد من لاعب السلام على لاعب الإخاء،
الحكم احتسب الخطأ وأنذر لاعب السلام، ومثل ما قلت لكم قراره كان صحيح. لمسة يد واضحة من مدافع الإخاء، والحكم كان محق باحتسابه مخالفة على الإخاء. الحالة اللي أثارت جدل كبير قبل نهاية اللقاء بثواني، الحكم الرئيسي احتسب ركلة جزاء صحيحة للسلام بعد عرقلة ظاهرة أمامنا على الشاشة، إنما الحكم حكم التماس الحكم المساعد اعتبر أن هناك تسلل. لحظة انطلاق الكرة لم يكن هناك أي تسلل على الإطلاق، وحكم التماس أو الحكم المساعد ظلم لاعبين الإخاء. برجع بتمنى على عارف إذا فينا نعيد الحالة الأخيرة لنوضح للمشاهدين أن احتساب ركلة الجزاء كان قرار صحيح من الحكم، والكرة لم يكن فيها أي تسلل على الإطلاق، على اعتبار بنشوفها نحن وياكم لحظة تمرير الكرة. إذن ليس هناك أي تسلل، وبالتالي قرار الحكم برفع راية التسلل لم يكن خطأ، كان خطيئة، وبالتالي حرم الإخاء من ركلة جزاء. بكل الأحوال المباراة انتهت بفوز السلام زغرتا بهدفين لهدف، وتأهل السلام زغرتا إلى المباراة النهائية. ريثما يجهز مونتاج كاسات مباراة النجمة وطرابلس. برحب بضيوفنا باستديو كابتن مودي أحمد عبد العزيز لاعب النجمة، أهلا وسهلا فيك بأوفسايد. أهلا بحضرتك. وطبعا كابتن نبيل بعلبكي كابتن الأنصار اللاعب المميز واللي بتشوفه هيك الضحكة حاضرة كأن النكتة حاضرة. نبيل أهلا وسهلا فيك. مودي بدنا نبلش من حيث انتهينا قبل قليل. هارد لك، أنت مش موجود، عباس عطوي مش موجود، كنت عم تحضر المباراة نحن وياك، مش رح نسألك عن أرض الملعب، بس كيف شفت سيناريو المباراة؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقول الأول هارد لك لفريق نادي النجمة، وبالتوفيق لفريق طرابلس النهاردة. طبعا احنا النهاردة يعني دخل فينا جونين أنا شايفهم يعني ما لهمش اي لازمه النهارده، بس هو الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نفكر بقى في الماتشات المهمه اللي جايه ان شاء الله. شو كانت مشكله النجم اليوم؟ والله انا شايف اللي ما كانش فيه تركيز من اللعيبه، يعني يمكن الشوط الثاني ابتدى التركيز يظهر، بس طبعا ده مش كافي. كان المفروض من اول دقيقه نركز ان احنا نكسب الماتش ده، بس احنا يعني برضو استهترنا فريق الطرابلس شويه، وده اللي خلى المباراه تمشي كده. يعني جابوا جونين وفضلوا طبعا مدافعين طول الشوط الثاني كله، بس هو الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله بقى نركز في الدوري باذن الله. كان عندك خوف حتى يمكن حضرنا نحن جزء من الشوط الاول وكل الشوط الثاني سوا، كان عندك خوف من الاول انه الفريق مش مركز؟ ليش يعني؟ هل هالشعور من قبل عندك شعور انه في عدم تركيز؟ لا مش كده، هو دايما لما فرقه كبيره بتلعب فرقه يعني مش زيها في القوه، فرقه صغيره، بيبقى التركيز يعني بيبقى شويه من اللعيب بيبقى رايح شويه، فما بتنزل الملعب بيبقى فيه قله تركيز شويه، فبتبدا تدارك قله التركيز ده لما يخش فيه الجون. فالمشكله اللي احنا ابتدينا نركز بعد الجون الثاني لما دخل فينا. هل الانتصارات المتتاليه من لحظه تسلم الكابتن بوكير للفريق لليوم ما في ولا خساره الا اسيويا يمكن، هل عملت ثقه زايده واجا المطب الوقت الصعب؟ بص، هو طبعا زي ما حضرتك قلت من مستر بوكير من اول ما مسك قياده الفريق، طبعا الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش باستثناء ماتش واحد بس، ماتش الكويت، وانا بعتبره كان ماتش ظالم، الحكم ظلمنا فيه. بس احنا يعني ماتش طرابلس ده كان زي ما انا قلت لحضرتك يعني احنا ما كناش مركزين فيه، وطبعا ماتشات الكاس ملهاش معيار فرقه كبيره او فرقه صغيره، زي ما بنشوف في كل دوريات العالم الفرق الصغيره بتكسب الفرق الكبيره، فهو ده اللي حصل وخسرنا النهارده. نبيل، قبل ما نحكي عن الانصار، شفت المباراه؟ اكيد. شو لفت لك نظرا ايجابا او سلبا بالنجمه وبطرابلس؟ مع التحيه حقيقه مني شخصيا هارد لك لكل جمهور النجمة، بس تحية كبيرة لنادي طرابلس، هالنادي يلي بعد النجمة هو أفضل فريق إداء وعروضا بمرحلة الإياب، واضح تماما أنه النتائج اللي عم يعملها مش صدفة. أكيد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد أنا بحييهم لنادي طرابلس.
نادي طرابلستار من اول مرحله الاياب عم بيقدم فوتبول حلو، وهو ما خسران شيء، كان مهدد اول شيء بس زبط وضعيته بالترتيب ونزل على هذه المباراه ما خسران شيء، ربح خسر يعني ما عنده مشكله، اعطى كل شيء عنده. بس بعكس فريق النجمه فريق كبير كنا بنعرف، هلا بقمته فريق النجمه، هيدي الفتره قمه فريق النجمه، يعني عم بيقدم عروض كثير جيده، بس بظل غياب الكابتن عباس والكابتن ميدو اعطى تاثير سلبي على الفريق، بتحس اللعيبه كانوا خوفانين، يعني ما في قائد بالملعب يدير اللعبه، ما في قائد بالملعب يزبط الموضوع، كرمال هيك فريق النجمه مثل ما قال الكابتن انه نزلوا مستهترين، قالوا فريق طرابلس انه فريق مهدد كان وكذا، انه ما عندهم كان شيء يقدموه اكثر من اللي قدموه، بس جابوا اول جول طرابلس وتقدموا بالجول الثاني، حسوا النجمه انه هن راحت المباراه من ايدهم، مع انه رجعوا على المباراه بالشوط الثاني، اول شوط الثاني بضرب جزاء، يعني برايي اني وهميه، برايي الشخص يعني بعتذر من كل العالم. وصلى بعد شوي، لا عادي، انا دائما بقول للجمهور ضربة الجزاء احتسبت وتسجلت، لأنه انتهى الموضوع، يعني الكلام عنا ما بيرجع، يعني رأي الشخصي بس بالآخر مسألة آراء، رأي الشخصي أنه وهمية، رجعوا على المباراة عملوا فرص جيدة، طرابلس بآخر يعني بآخر الشوط الثاني عملوا فرصتين بعد ضغط من النجمة، بعد خراب مالطا، خلاص بقول للنجمة هارد لاك، لطرابلس ألف ألف مبروك، مبسط له من كل قلبي وإن شاء الله خير. كمان بعدنا بانتظار انه يجهز كاسات المباراه، بنستغل الوضع لنروح لنحكي عن مباراه السبت. مودي يعني وفق ما لدينا من معلومات انه اصابه عباس قد تمتد ليوم السبت، يمكن ما يكون قادر يلعب، ما يكون جاهز، ويمكن يكون مغامره اشراكه بالمباراه. معنويا وفنيا فريقك بعد خسارة اليوم بتخاف عليه؟ والله لا، الكرة فيها الخسارة والمكسب، يعني مش معنى ان احنا خسرنا ماتش اللي خلاص يعني الدنيا، لا احنا بالعكس، يعني بالعكس الماتش ده اللي احنا خسرناه النهاردة يدينا دفعة اكتر لنكمل مشوارنا في الدوري العام. وان شاء الله طبعا غياب عباس عطوة طبعا بإذن الله الدكتور مازن طبعا ان شاء الله يقدر يجهزه لماتش الأنصار ان شاء الله، وانا شايف العباس لسه قدامه يعني كذا يوم ممكن يجهز فيهم ان شاء الله اللي يقدر يلعب ماتش السبت ان شاء الله. عباس نجمي انصار اليوم فنيا الفوارق كبيره جدا بين النجمي والانصار، فنيا يعني مش كتير الفارق، يعني نحن بمرحله الذهاب قدمنا فوتبول حلو، بس اللي عم بيعاكسنا شويه الشانس وقله الخبره اللاعبين، يعني عندنا لاعبين بعدهم اول طلعتهم، وهذا المدرب يعني عم بيأشركهم زوران، انا بقدم له تحيه من هون، هو الكابتن مالك، عم بيشاركوا يعني عناصر ناشئه، يعني هذه كثير مهمه، عم تعطي نقله نوعيه بنادي الانصار، نقله نوعيه، عم بيقدموا فوتبول حلو، عم نقدم كل شيء عندنا. وبخصوص ماتش النجمه يعني هذا ديربي لحال، شل الدوري على جنب، شو الفوارق، دائما نجمه انصار ما فيك تحسب مين بيربح، طيب. شو ما كانت الفرق بين بعض، خلينا نحكي نقطة نقطة على السريع. مودي بتخاف من الإرهاق، يعني الفريق لعب خليني أقول من آخر مباراة للسبت ثلاث مباريات بعشرة أيام، بتخاف من عامل الإرهاق؟ والله طبعا طبعا احنا بنشترك في ثلاث بطولات طبعا، صح. ما بنلحقش ناخد نفسنا يعني، بس انت ما قدامكش حل غير اللي انت لازم تتغلب على الإرهاق ده، يعني حتى لو عندك إرهاق لازم تتغلب عليه، لأن انت مواجهات حاسمة الفترة اللي جاية، فلازم ننسى موضوع الإرهاق ده ونركز بس في شغلنا. نبيل، الأنصار بلا صانع ألعاب، صح، بلا عقل مفكر، صح، انتوا قادرين على مقارعة وسط النجمة؟ إن شاء الله أكيد في عنا عناصر عندها خبرتها، وفي عنا صانع ألعاب بس غايب عن السمع هلأ شوي، كان مصاب ورجع، حدد محمد عطوي أكيد من اهم صانعين الالعاب بلبنان، بس غاب فتره الاصابه وفتره هاتف شمران عنده مشاكل، كان هلا رجع محمد عطوي، بس رجع مرض رجع غاب، وهلا ان شاء الله السبت حيكون معنا وحنقدر نقارعه ان شاء الله. بنرجع للحديث طبعا عن ديربي النجمي والانصار، انما خلينا نروح لمباراه النجمي وطرابلس يلي انتهت من حوالي ربع ساعه بخساره مفاجئه للنجمي امام طرابلس، وهي الكلام ليس تقليلا من شان طرابلس، بالعكس فريق ترفع له القبعه. بنشوف نحن وياكم ملخص لهالمباراه.
الفريقين الى ارض الملعب بهالوقت. النجمه وطرابلس النجمه باللباس وباللون النبيدي عم يدخل بهاللحظات بالمقابل طرابلس باللباس الابيض. مباراة الدور النصف نهائي مسابقة كأس لبنان، إذا الكرة بتتحرك مع أحمد مغربي بيعكس الكرة الخلفية، خطيرين طرابلس ممكن تسديد يكون بهالوقت مع تسديد مباشرة. أوه واضح إنه طرابلس رح يشكلوا الخطورة لأكرم مغربي داخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية ويسدد مباشرة على مرمى عبدو طافح. مع الكرة العرضية بدهم ينتبهوا كثير منيح النجماويين، بدهم ينتبهوا كثير منيح النجماويين، هيدا امر عم حذر عنه من بدايه المباراه، عم حذر انه طرابلس عم يوصل تكرارا ومرارا، انك انت اليوم بتتوقع فوز طرابلس، بكير على هالكلام، انما المهمه بالنصف ساعه الاولى عم تعملها انت، عم تتقدم على فريق النجمه لتسجل اول اهدافك بهالمباراه عن طريق عمار زكور. الوقت العرضيه بتنقطع باللحظه الاخيره ولا زالت الكره لمصلحه فريق النجمه، والخطوره سي الشيخ بسدد، سي الشيخ بسدد، يعني هيدي مشكله سي الشيخ، نقطه شديده، طرابلس عم يتعامل مع اللقاء، الوقت الكره الاماميه ما في تسلل بالتاكيد، الكره لمصلحه ابراهيم سويدان، ابراهيم سويدان بخنجر زيهو بالمباراه الاياب مع فنجاء سلبا بالوقت، هناك فرصه لمصلحه طرابلس، فرصه فرصه فرصه، أوه. محمد حمود بقلب جو جو الكرة مفروض كلها تخرج خارج الخط، خط الملعب، منه ابدا عاجب الجهاز الفني النجماوي مع الكرة لمصلحة فريق النجمي، التسديد مباشرة عبدو طافح بيخلص بالمرة الأولى والدفاع الطرابلسي، هذا أمر بيأكد على أنه النجمي بده يعمل شيء بمباراة اليوم، بالوقت الحكم يشير إلى نقطة الجزاء. وسط جمهور النجمي خالد التكجي، خالد بيتقدم بيسدد، خالد هو الشوط الثاني والفرحة النجماوية طويل تقعد لك كرة، وهناك خطأ فادح كان من النجمي خالد التكجي بيلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء الرأسية بتقيم والصراع ذكاء داخل منطقة الجزاء هو أيضا فرصة طرابلسية بهالوقت العرضية داخل منطقة الجزاء ما معقول التقدم النجماوي والكرة الأمامية إلى داخل منطقة الجزاء الرأسية الذهبية ما كانت داخل الشباك، سي الشيخ بيلعب الركنية إلى داخل منطقة الجزاء بتمر عن الجماهير، هو عادل حمام كاد إنه يسجل، بقول عبدو طافح بالوقت لطرابلس مجددا مع الفتوح، الفتوح داخل منطقة الجزاء بمر الفتوح، بمر الفتوح بيسدد، أضاعوا الدقيقة كاملة، طرابلس والفرحة مجنونة بهاللحظات، الفرحة مجنونة طرابلس إلى المباراة هارد لك للنجمة، مبروك لطرابلس، هذه حال كرة القدم ربح وخسارة. طبعا المباراة كان فيها بعض الحالات التحكيمية التي أثارت جدل، في كرات متعددة على وسط الملعب حقيقة ما وقفنا عندها، رح نوقف عند ثلاث حالات أساسية حصلوا بها المباراة، واحدة منهم بالشوط الأول واثنين بالشوط الثاني. بنروح للحالة الأولى، هدف طرابلس الثاني، الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكاملها، بنوقف هون بكل وضوح، يجب أن تتجاوز الكرة خط المرمى بكامل محيط الكرة، هذا الأمر لم يحصل. ركلة جزاء للنجمة، يعني لاعب طرابلس فاتح إيديه وجسمه، رأيي الشخصي ما في ركلة جزاء. هلأ بنسأل الشباب شو رأيهم، بنوقف عندها شوي، عارف لو سمحت نبيل شو رأيك؟ أكيد لا مودي بنالتي، بص بص على بطنه، دي اسمها اهمال في التحكيم، اسمها اهمال، بص على بطنه عمل ايه في اكرم، بص المنطقه بتاعت بطنه. نقطه نقاش اذا هل هناك ركله جزاء ام لا، انا ونبيل بنقول لا، مودي بيقول ايه. بنروح للدقيقه 65 او 66، هل هناك ركله جزاء للنجمه؟ برايي انا يعني هناك ركله جزاء للنجمه. نبيل اكيد، مودي بنالتي، اتفقنا على الثانية ما اتفقنا على الأولى. بكل الأحوال سواء كانت ركلة جزاء لسي الشيخ أم لم تكن، فالمباراة انتهت بفوز طرابلس على النجمة 2-1، وبالتالي نهائي كأس لبنان الذي يقام في 25 من الشهر المقبل سيجمع فريقين شماليين هما السلام زغرتا وطرابلس، النهائي إذن سيكون يوم 25 أيار، أول نهائي طرابلسي أو شمالي، مش طرابلسي شمالي، طرابلسي زغرتاوي على نهائي كأس لبنان بتاريخ هذه المسابقة.
إذا ننهي ملف كأس لبنان ونذهب إلى لقطة الأسبوع. بدهم ينتبهوا الشباب كلهم بالملاعب، يعني حتى جمال طه اللي بنعرفه هادي وما بيعصب كانت الكاميرا جاهزة لتصطادوا هادي من مباراة الأسبوع 19 ببطولة لبنان. بريك وبنرجع لنفتح ملف الديربي بين النجمة والأنصار. قبل أن ندخل بملف النجمة والأنصار، ملف الأسبوع 20 ككل من بطولة لبنان، نذكر بكل ما يتعلق بالدوري قبل انطلاق الأسبوع 20 حاليا بترتيب الهدافين وترتيب البطولة. النجمة حاليا بالمركز الأول 39 نقطة. ما بعرف ليش الشباب مصرين أنه غاسينج 34، غاسينج حاليا ب 36 نقطة، صفا 35، العهد 34، شباب الساحل 29، طرابلس 25، الأنصار 24، الإخاء 22، التضامن 19، السلام 16، المبارة 15، والاجتماعي 10 نقاط. نتابع أيضا مباريات الأسبوع 20 ستكون على الأرجح كما هو ظاهر أمامكم بانتظار تعميم الاتحاد. الجمعة مباراة شباب الساحل والصفا على ملعب صيدا البلدي مباشرة على شاشة الجديد ابتداء من 3:15. السبت ديربي الكرة اللبنانية النجمة الأنصار من المدينة الرياضية 3:15. ثلاث مباريات السبت أيضا وكلها مهمة. سلام صغار تاع الاجتماعي بالمرداشية، طرابلس الإخاء الأهلي علي بطرابلس، التضامن سور المبرة بسور، والأحد مباراة أيضا منقولة مباشرة العهد وغيسينج على ملعب صيدا البلدي. إذن الموعد هو مع ديربي جديد بين النجمة والأنصار، ديربي مش عادي لأنه ممكن يكون حاسم على الأقل بالنسبة للنجمة لتتويج بلقب جديد. الأحد 8 كانون الأول 1968 وعلى ملعب بيروت البلدي القديم جرى أول ديربي بين النجمة والأنصار، وانتهى بهدف أنصاري سجله عبدالله طبش مقابل هدفين للنجمة سجلهم سعد الدين برجاوي وعلي صفا. أهمية هذه المباراة بالنسبة للنجمة أنه لابد من الفوز لأنه عم بيطلعوا لللقب. بالنسبة للأنصار أهمية معنوية أو تحسين المركز لأنه مش مركزهم الطبيعي السابع هلأ حاليا، لتحسين مركزهم، وأهمية معنوية أنه بدون يفوزوا على المتصدر وبدون يفوزوا على النجمة، وهذا حق مشروع يعني لإلهم. المباراة يفترض أن تكون كثير جيدة كثير مهمة، ولكن إن شاء الله يكون في جمهور. بفتكر النجمي ما راح يتركوا هذه المباراة لأنه أي خسارة لإلهم أو تعادل راح تسبب لهم مشكلة بلقاء مع الأنصار بآخر مباراة، مع راسينج بآخر مباراة. شوف أي فريق حتى من اللي عم بيتنافسوا على الهبوط قادر يعرقل أي فريق في المقدمة، وهذا شفناه، هذا شيء حلو مش لا، فكيف إذا كان الأنصار؟ ما بين 8 كانون الأول 1968 و 3 أيار 2014 خاض النجمة والأنصار 58 مباراة بالدوري، ربح الأنصار منهم 21 والنجمة 15، وانتهت 22 مباراة بالتعادل، سجل الأنصار خلالهم 56 هدف مقابل 51 للنجمة. هذه المباراة بحسبها على جانب عن كل المستويات، عن كل اللاعبين وعن كل المتفرجين. أنا برأيي أنه مباراة الأنصار حساسة كتير كتير، يعني من أول ما بلش الأنصار بعزه وحتى كنا نحن من الممتازين ومن الممتازين، وكانت المباراة عليها طابع غير شكل وكان فيها رعب غير شكل، بس أنا كتخميناتها 190-95 للتعادل، بال190-95 للتعادل، وأنا عم بحكيك عن ثقة مش مع حدا أو ضد حدا، أنا أنصاري وكنت لاعب نجمة وكلهم بيحبوني، وحتى الآن أنا برافق النجمة وبحضرها وأتمنى لها التوفيق دائما بإذن الله، بس أنا عم بحكي كفوتبول، كخبرة فوتبول اللي شفتها واللي عم تابعها وعم بحضرها. قريبين كتير، ما في ربح أبدا، صعب يعني إذا حدا أخذ جول أو جول التاني التعادل موجود. هذا خبرتي وهذا محبتي للفريقين اثنيناتهم سوا. بكأس لبنان فاز الأنصار بمين مواجهات من أصل 12 ليكون الديربي اللي جمع النجمي والأنصار 105 مرات بكل المناسبات، انتهى باللون الأخضر 41 مرة وباللون النبيذي 35 مرة،
وانتهى بالتعادل 29 مرة. نجمي أنصار اليوم لا يقارن بين نجمي والأنصار، ما في تقارن، ما في تقارن يعني. ليه؟ مستويات أعلى بكتير أنت نادي النجمي، وأنا بقول لك يعني إذا نادي الأنصار يعني طلع أنا بنظري ها 1-2-0 هذا كتير من المكسب لألهم، لأنه ما في فريق بصراحة. نادي الأنصار لحد هلا كون فريق ولا بنى فريق. هلا أي شخص مرق بالشارع أنت أقول له نجمي الأنصار اليوم بدك تلعب شو حتعمل؟ بقول لك أكيد مستوى النجمي أفضل من نادي الأنصار، وهذا الشيء نحن ما بنقبله. بالعكس، نحن بدنا كل الفرق تكون مستواها عالي لحتى الدوري يكون بمستوى جيد. وأنا بقول لك نادي النجمي حيعمل بطل لبنان وكأس لبنان، وإن شاء الله إن شاء الله كأس الاتحاد الآسيوي إن شاء الله. أكبر فوز نجماوي كان برباعي نظيفي بين هاتريك المصري صلاح رشدي بالديربي الرابع يلي جمع الفريقين بإياب موسم 1969-1970 ب 22 أذار 1970. أما أكبر فوز أنصاري فكان بثلاثي نظيفي بالديربي الـ 14 بإياب موسم 1991-1992. بلغة الألقاب الأنصار هو أكثر فريق أحرز اللقب المحلي 13 مرة بينهم 11 توالياً، بينما أحرز النجم اللقب 7 مرات، علماً أن الأنصار هو بطل الكأس 14 مرة مقابل 4 للنجمة. قدم ناديين للفوتبول اللبناني أسماء لامعة بالجملة، كان أبرزهم تهديفياً فادي علوش يلي سجل 113 هدف بمسيرته. اليوم مش رح يكون للمباراة أي تأثير على الموقع المتأخر للأنصار بترتيب الدوري، بينما التأثير يمكن يكون حاسم على فوز النجمة باللقب. هل بدنا نشهد صحوة أنصارية أم لقب تامن للنجمة من بوابة غريمه الأزلي؟ هذه إذن قراءة تاريخية فنية لمباراة النجمة والأنصار تاريخيا، مع الإشارة أنه الأنصار هو بطل الكأس 13 مرة مش 14 مرة. نبيل، قدرة الأنصار هي بالقوة البدنية واللياقة بمواجهة خبرات النجمة بمختلف خطوط الملعب؟ اكيد نحن ما عندنا شيء نخسر، يعني ما عندنا الا اللي عم نشتغل عليه هي اللياقه والقوه. الحمد لله كله موجود عندنا، حتى يعني كلاعب فوتبول كمان عم يلعبوا الشباب، يعني ما عم بيقصروا، كل الشباب عم بيقدموا. اكيد خبره النجمه كلاعبه اكيد اكبر من خبره لاعبين الانصار اللي بعدهم طالعين. يمكن هذه تفرق شوي، يعني ما حتفرق فرق شاسع، وإن شاء الله بقدموا مباراة جيدة لفريق الأنصار. بسبب هالفرق كان المدرب خلال هالجمعتين حسب معرفته تحديدا خلال هالعشرة أيام عم بيركز مع اللعيبة عموما أنه وإذا نجمي أنصار ماتش مثل اللي قبله مثل اللي قبله، صح. يعني عم بيحاول يخفف يبعت من الضغط. القيمة المعنوية للمباراة. أكيد صاروا 10 أيام عم بيشتغل على هذا الموضوع، يبعد الضغط عن اللعيبة. هو مباراة يعني نحن كترتيبنا أكيد معها يعني كمان بتهمنا، يعني نقرب شوي عشان ما نصير بالمراتب الأخيرة، بس عم يشيل الضغط شوي شوي على اللعيبة وإن شاء الله بقدر. مودي، قبل ما نفوت على شريط المباراة كنا عم نحكي عن نقطة كتير عم نحكي عنها جمهور النجمة، هي موضوع الإرهاق. هل فعلا بسبب لك قلق بمقابل فريق اليوم عنده اسمه الأنصار، عنده الديربي له قيمة، لعيبته شباب ركيدي لياقة بدنية قوة، ما عندهم شيء يخسروه مثل طرابلس، ما عندهم شيء يخسروه؟ أنا زي ما قلت لحضرتك طبعا الإرهاق ده طبعا نقطة طبعا يعني موجودة دلوقتي في فريق النجمة. إحنا بنلعب ماتشات كتير جدا، بس زي ما قلت لحضرتك إحنا لازم نتغلب على الإرهاق ده، لأن إحنا ما قدمناش دلوقتي غير بطولة أسيا وبطولة الدوري العام. فماتش الأنصار ده بالنسبة لنا طبعا حياة وموت. طبعا كل اللعيبة عارفة الكلام ده، بغض النظر عن نتيجة ماتش النهاردة دي يعني صفحة وطوناها يعني، ونبدأ بقى إن شاء الله من بكرة نركز في ماتش الأنصار، لأن ماتش طبعا إن شاء الله بالفوز إن شاء الله نتوج يعني نبقى قريبين بنسبة 80% من الدوري. هو مودي يعني كثرة المباريات إلى وجهين، وجه الإرهاق هو الوجه السلبي، بس الوجه الإيجابي هو الاحتكاك والقوة ووضح أنه فريق النجمة عم يلعب مباريات أعلى دايماً. سي الشيخ مستوى تحسن، خالد تكجي مستوى تحسن، إنما اليوم الخوف بمطرح معين كمان، ميزان الفريق، وشفنا هالميزان اليوم بجزء كبير من المباراة كان غايب. عم نحكي عن عباس وعنك، صح. عباس إذا ما شارك بالمباراة إن شاء الله بيشارك وبيكون النجمة بأحسن حالته والأنصار بأحسن حالته، شو البديل؟ هل ممكن نشوفك أنت بوسط الملعب؟
وعفوا انت لعبت باكثر من مركز واجدت. بص انا اقول لحضرتك على حاجه، طبعا هو احنا دلوقتي الدكتور مازن بيحاول يجهز عباس، بس لو عباس ما قدرش يلعب عندنا بدال كتير طبعا، مستر بوكير اكيد هو ادرى مني يعني بالبدال. احنا في ماتش الجيش السوري كان ماتش طبعا صعب جدا، ومستر بوكير استعان بحسن قاضي، وانا شايف ان حسن قدم مستوى كويس جدا الماتش ده والحمد لله قدرنا نكسب. طبعا يعني احنا برضو عندنا لعيبه برضو صغيره كتير، يمكن اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي العشر لعيبه اللي بيلعبوا يعني بيلعبوا طول الماتشات من يعني من بدايه الاياب لغايه دلوقتي هم لاعبين كل الماتشات، فما بيقع منك لعيب او اتنين بيبقى اللعيب اللي بيعوضهم بيبقى لعيب لسه صغير لسه ما عندوش خبره، بس اكيد مستر بكير طبعا هيجهز ايا كان بقى اللعيب اللي هيلعب مكان عباس هيبقى هيجهزه ليلعب ماتش الانصار. هل التركيز الواضح على تعزيز اللياقه البدنيه بالانصار هو التعويض لفرق الخبرات عند الانديه الثانية؟ اكيد اكيد. طيب في عده لاعبين غابوا عن الفريق لفتره، ليش؟ انت مش اداري بس اسال. لا ما في شيء، هيدا بالنهايه المدربين والجهاز الفني هن بيقرروا مين بيلعب ومين بيلعب. ليش؟ انا بالنسبه لإلي ككابتن فريق الانصار عن جد انا في لعيبه بنادي الانصار لازم يحكموا ضميرهم، لازم يراجعوا نفسهم، يلعبوا لنادي الانصار ما يلعبوا لإلهم، ولا يفكروا بهذا الموضوع ولا يفكروا لوين رايحين. هلا هن موجودين بنادي الانصار. هيدي رسائل انا فهمانها كثير منيح عن مين عم يقصد نبيل وليش يعطوا عرقهم وشرفهم لنادي الانصار بس يخلص الموسم لكل حادث حديث. ساعتها في رئيس النادي بقدم له تحيه الاستاذ نبيل بدر. عم تعمل مشاكل بالملعب؟ اكيد لا. شو لا؟ اكيد ما بنعمل مشاكل. شو لا؟ نحن نادي الانصار ما بنعمل مشاكل. ليك بلا نحن عائله وحده بلا ما نفتح ابواب. ليش كان هالشويه التوتر؟ ما بدي فوت بتفاصيله. حماية للنادي مثل كل نادي كلهم اهلنا واخواتنا، ليش؟ توتر وين؟ بدك تحدد لي بالتمرين ولا؟ بالتمرين طبعا. لا بالتمرين ما صار توتر، بالتمرين اكيد من بعد المباريات بدك تيجي تناقش بالتمرين شو اللي صار؟ شو الاسباب اللي صارت؟ بالعكس انا واللعيبه كلهم اخواتي وخاصه باكر ايوب عن جد بحسه مثل خيي والله، بس انا كرمال حمايته لباكر ايوب عملت هيك، بس نزل على الملعب ضد الراسينج على كرمال حمايته انا كنت عم طالب انه يطلع من الملعب لاني كثير معصب، بس جينا على الملعب تفهمنا بالموضوع وصار نقاش عالي والحمد لله انتهى على خير. بدون تفاصيل، نبيل بعلبكي، محمد باقر، ايوب، حسين سيد، هذا الجو ومن وراء البحار اذا بدك انتهى هذا الاشكال حاليا. ايه اكيد اكيد بارضه انتهى اكيد ما له اي اثر على مباراه النجمه. لا 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 لا. بالانصار ما بصير طول عمره بالانصار. مودي برجع لك، وحده من اهم نقاط القوه عند النجمه هي مسانده الظهيرين للمهاجمين ولاعبين الوسط. بوجود ابي دي برنس بالانصار بحال كملت لياقته ولعب المباراه، لانه اليوم ابتدى تمرين خفيف وتجهيز للمباراه. قديش بتحسه لاعب مقلق وبخوف وبيحوج الدفاع يكون اكثر انتباها خصوصا مع الاخطاء، عفوا يعني بين هلالين، الساذجه اللي شفناها بمباراه اليوم؟ والله طبعا احنا عندنا ظهرين يعني لاعبين منتخب يعني علي حمام ووليد اسماعيل، وليد طبعا عندهم من الخبره الكافيه اللي هم يقدروا يوقفوا اي لعيب يعني، فانا بعتقد يعني حتى لو لعب ان شاء الله اكيد وليد او علي حمام ايا لو لعب في اي ناحيه منهم اكيد هيقدروا يوقفوه يعني، وبالعكس ده الشغل كله يبقى من الناحيه دي يعني. وحدة من نقاط القوة عند الأنصار دفاعه عموما ومحمد حمود خصوصا. بتتوقع تركيز على هالجبهة بغياب محمد حمود بالمباراة كونه موقوف؟ والله زي ما جهة علي حمام تحديدا، زي ما دفاع الأنصار قوي احنا عندنا خط الهجوم كله قوي طبعا. عندنا أكرم مغربي وخالد تكاجي وإن شاء الله عباس إن شاء الله بإذن الله يلعب، فاكيد يعني وسي شيخ، فاكيد القوه اللي عندنا الضربه دي القوه الهجوميه اكيد ممكن تلعب على اي خط دفاع يعني. مين بديل محمد حمود نبيل لحد هلا؟ والله لا اكيد بعد لحد هلا بعد قرر الجهاز الفني بعد ما قرر، بس هو جرب انس بعده التدريبات اكيد جربوا بماتش الرسمي. انا ما قلت لك مش انس،
انا عم اقول لك لا بعد ما تلعب دور الدبلوماسيه معي حتى ما افتح لك وراء انا لا قلت لك بعد ما جرب انه انس عم بيجربه لحد هلا بس بس مش اكيد مش اكيد. طب قبل ما كفي شو قصه ال $100؟ مين قال لك يا سؤال كتير بسيط وكتير واضح. أنا مودي اليوم كونه ضيف أول مرة بيطلع معي، أنا أخذ قرار مودي يكون عائل معه، وعدته هيك. بس نبيل ما في، شو قصة $100؟ أي $100؟ وين ما تروح في $100 جاهزة بجيبتك ليه؟ أكيد جاهز $100 عشان ما أصرفها يعني. عشان ما تصرفها. منتابع بقية فقرات أوفسايد قبل ما نرجع لضيوفنا مرة تانية. طبعا جائزة أفضل لاعب بالأسبوع 19 من الدوري لم تمنح بالحلقة الماضية لأنه كان في مباراة لعبت يوم الاثنين، وطبعا منحت يوم الثلاثة وتسلم الفائز فيها الاختيار لجائزة ألفا. إذن للأسبوع 19 لأفضل لاعب كان صعب، عدة لاعبين أجانب تميزوا على العكاري، الشيخ دوغي، جوزيل، إنما الأفضل محليا والأكثر تأثيرا بنتيجة فريقه وأهميتها فكان خالد تكجي لاعب النجمة. خالد يلي تسلم جائزته من المدير المالي بشركة ألفا الأستاذ رفيق حداد، وطبعا مجددا ومثل دائما نشكر شركة ألفا على وقوفها الدائم إلى جانب كرة القدم اللبنانية ودعمها للاعبين. أيضا مباراة التضامن صورة الاجتماعي، بذكر أنه 9080 شخص توقعوا النتيجة الصحيحة للمباراة، شاركوا بالتصويت عفوا، 489 صوتوا، 9 فقط أصابوا النتيجة الصحيحة وهي فوز التضامن 3-2 على الاجتماعي. الفائز بهالمسابقة زار مبنى قناة الجديد وحصل منا على من زميل هاشم مكي نديم الكردي إذن على قميص التضامن بخلال الأسبوع الماضي. هذا كان كل شيء له علاقة بالأسبوع 19 من بطولة الدوري. بنروح على احتفال نادي النبي شيد بصعوده للدرجة الأولى. وزير الشباب والرياضة العميد ركن عبد المطلب الحناوي زار مدينة بعلبك وملعب بعلبك وعقد لقاء بمركز البلدية بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن الأندية الرياضية وفعاليات سياسية ووزراء ونواب. الوزير حناوي هنأ نادي النبي شيت وتفقد ملعب المدينة الرياضية إذن ببعلبك اللي بنته وزارة الشباب والرياضة، واعتبر لبقاء خزان للمواهب الرياضية ووعد بالعمل لدعم هالمنطقة. عم نشوف جانب من اللقاء اللي عقد. كمان ببلدة النبي شيت جرى احتفال حاشد بمناسبة صعود الفريق للدرجة الأولى بحضور فعاليات سياسية. عم نشوف وزراء ونواب موجودين وفعاليات اجتماعية ورياضية واللاعبين. طبعا الاحتفال شهد تكريم لاعبي وإداري نادي النبي شيت على إنجاز غير المسبوق بتاريخ محافظة البقاع، وكانت كلمة بالمناسبة مثل ما عم نشوف أمامنا لرئيس النادي أحمد الموسوي والوزير الحناوي، واختتم الاحتفال بتوزيع الجوائز والدروع وأخذ الصور التذكارية. هذا إذن كان احتفال نادي النبي شيت. بنروح على بريك إعلاني وبنرجع بعده لمتابعة الجزء الثالث من أوفسايد. امتياز تأهل الصفا والنجمة إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي كان على رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية يلي عم بمر فيها البلد، الشيء الوحيد يلي بنقدر نقوله للصفا والنجمة شكرا. الصفا والنجمة ممثلي لبنان بكأس الاتحاد الآسيوي أنجزوا مهمتهم وتأهلوا للدور 16 من المسابقة. مهمة النجمة ما كانت سهلة، لكنه قدر يحجز مقعده بالدور المقبل بعد فوزه بالمباراة الأخيرة على الجيش السوري بهدف سجله أكرم مغربي. النجم احتل المركز الثاني بمجموعته خلف الكويت الكويتي وأمام فنجة العماني والجيش السوري. بالمقابل الصفا يلي سبق وضمن تأهله وصدارته للمجموعة كان عم يستعرض بمباراته الأخيرة أمام رفشان الطاجيكي بعد ما اكتسحوا بنتيجة 8-0 على ملعب المدينة الرياضية. الصفا حصل 16 نقطة من أصل 18 ممكنة وتأهل مع ذات رأس الأردني عن هالمجموعة يلي ضمت أيضا السويك العماني ورفشان الطاجيكي. بالدور المقبل الصفا بيستضيف على ملعب المدينة الرياضية الحد البحريني ب 13 أيار، أما النجمة فرح يواجه ب 14 أيار أربيل العراقي الغني عن التعريف
وبسبب منع الأندية العراقية من اللعب على أرضها ستقام المباراة بقطر. منتخب لبنان للفوتسال أنهى استعداداته لبطولة آسيا يلي بتنطلق مطلع الشهر المقبل. خلينا نشوف نحن وياكم ملخص عن استعدادات المنتخب بمعسكره الداخلي أولا. يوم الخميس الماضي غادرت بعثة منتخبنا الوطني للفوتسال للمشاركة بكأس آسيا للمنتخبات بفيتنام. اللاعبين اللي تم استدعائهم هن حسين همداني، بطرس زخيا، طارق طبوش، قاسم عز الدين، كريم أبو زيد، محمد عثمان، أحمد خير الدين، علي رميتي، حسن زيتون، علي طنيش، كامل الياس، محمد الحاج، مصطفى سرحان، علي ظاهر، محمد قبيسي، والكابتن قاسم أوصان يلي تعافى من إصابة مؤخراً. ورح يغيب عن صفوفنا علي الحمصي وأدموش حادي لأسباب شخصية، والحارس إلي فريجي ومحمد عليمي للإصابة. الأجواء كلها ممتازة. وقلنا 45 يوم تحضير، شباب متحمسين وعم يجتهدوا، ولعبنا مبارتين تحضيرتين ضد منتخب العراق ومنتخب المصري، وعندنا معسكر بفيتنام قبل 5 أيام، وإن شاء الله مصرين أنه نحقق هالمرة الإنجاز نتخطى عقبة ربع النهائي. بعد اللي عملناه بغرب آسيا وتقدم الفرق كلها ونقدر نعمل بطل عليها، أنا برأيي نصف نهائي منا شيء صعب لأنه صراحة التحضيرات كانوا كتير منيح، وطموحنا هالسنة أنه نعمل نتائج أحسن من السنين اللي قبل، وإن شاء الله يعني بحس أنا أول مرة منكون هالقد جاهزين ومع هيدا المنتخب قادرين نعمل شيء أحسن من قبل. صار عنا كتير إصابات وتخطينا هالإصابات، وفي عنا لعيبة ما قدرت تلتحق بالمنتخب نحن بحاجة لها، بس إنه لازم نحن بهيك منتخب شاب وهيك لازم نقطع هيدا العقدة دور ربع نهائي ونتخطى تايلاند إن شاء الله. منتخبنا رح يواجه بعد ساعات قليلة تايبي بأولى مباراة البطولة. المباراة الثانية رح تكون بثلاثة أيار أمام ماليزيا قبل ما يلتقي بخمسة أيار منتخب تايلند، وصيف آسيا وأحد أقوى المنتخبات بالقارة الصفراء، ويلي صار عقدة لمنتخبنا بعد ما أخرجوا من بطولة آسيا الأخيرة ومن دورة الألعاب الآسيوية للصالات. منطقيا نحن لازم نبلغ الربع النهائي، يعني صحيح معنا تايلند قوية بالمجموعة، لكن ماليزيا وتايبي ما لازم يشكلوا مشكلة بالنسبة لنا، خصوصا تايبي تلاقينا فيه بآخر بطولتين لآسيا بال2010 وبال2012 وقدرنا نتخطاهم. المنتخب الماليزي تطور كتير، صار عنده مدرب إسباني حتى ممكن يكون صعب، لعبنا معه مباراة ودية بماليزيا قبل تصفيات غرب آسيا قدر يفوز علينا ولو إنه كنا عم نجرب نحن العديد من اللاعبين. تبقى تايلند هي المنتخب الأصعب، بتوقع وصولنا للربع النهائي ولش لا لنصف النهائي. أهمية تصدر المجموعة بتكمن بالهروب من مواجهة اليابان بطلة آسيا بالدور ربع النهائي، هالدور يلي فشل منتخبنا بتخطيه بكل مشاركاته السابقة، فهل رح تصفر هالمشاركة أول تأهل لمنتخبنا بتاريخه للدور نصف النهائي؟ ومع سفره إلى فيتنام دخل منتخب لبنان فورا إلى معسكر بفيتنام، شهد مباراتين استعداديتين. عم نشوف لقطات من تمارين المنتخب، الأولى بعد 24 ساعة من وصوله خسرة أمام فيتنام 2-6، أما الثانية فكانت من دون ثلاث مفاتيح أساسية هن الكابتن قاسم أوصان والحارس حسين همداني وحسن زيتون، وفيها تخطى منتخب لبنان نظيره الكويتي 8-2. منتخبنا دخل الجزء الأخير مبارح من برنامجه التحضيري عبر تمارين يومية، عم نشوف جانب منا، وقال المدرب الإسباني باكو أراوجو علينا أن نواصل العمل بتركيز عالي من أجل الذهاب بعيدا بالبطولة وبانتظار اكتمال شفاء اللاعبين الغائبين، نحن ماشيين بخط تصاعدي للوصول إلى المستوى المطلوب. هذا بالنسبة لمنتخب لبنان اللي بنتمنى له التوفيق. بنروح لجولة سريعة على أخبار نجومنا بملاعب العالم وتألق جديد لحسن معتوق. ناطرين إذن لبناني لبناني، هو دائما اللي يجيب الفرح للجماهير الفجراوية حسن معتوق.
واصل حسن معطوق مسلسل تألقه مع الفجيرة بدوري المحترفين الإماراتي، عندما قاد فريقه للفوز على الزيد 4-3 بتسجيله هدفه 17 بالبطولة وال21 بمختلف المسابقات هالموسم. معطوق اللي صنع أيضا هدفين بهالمباراة أعاد أمال الفجيرة بالتأهل إلى عالم الأضواء من خلال المركز الثاني اللي عم يتنافس عليه مع دبا الفجيرة، فريق معتز بالله الجنيدي واللي تعادل 2-2 مع الرمس ليصير الفرق 3 نقاط بين الفريقين مع مباراة أقل للفجيرة. وبدوري الخليج العربي بالإمارات أيضا خسر الزفرة فريق بلال نجارين 3-1 أمام الوحدة مع استمرار غياب بلال للإصابة. وبالانتقال إلى الأردن ربح الرمسة فريق محمد قصاص على الفيصلي 4-3 بركلات الترجيح وتأهل لنصف نهائي مسابقة الكأس، علما أنه الفريقين رح يلتقوا الليلة بالمرحلة 17 من الدوري الأردني. بالصين سيطر تعادل على مباراة جيانغزو فريق رضا عنتر مع هانغزو بنتيجة 2-2 بمشاركة كاملة لرضا، فيما كان محمد علي خان على مقاعد احتياط فريقه تيانجين تيدا اللي تعادل سلبا مع شانغهاي. هذا كان أخبار نجومنا بملاعب العالم، خلينا نروح لفقرة شو صار معهم. يلا 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 شو هالحلا ما شاء الله يلا 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 شو هالحلا. كان لازم للقطة فريق العهد نستعير الأغنية الجديدة للفنان محمد اسكندر عن السيلفي. الفقرة الأخيرة قبل ما نرجع للختام مع ضيوفنا هي من أوروبا، كلكم يمكن بتعرفوها، هي رسالة الأخلاق الرياضية لفريق سجل، وهي مش رسالة لحدا حتى ما حدا يفهمنا غلط، مش مقصود فيها حدا، بس في كتير لحظات معينة ومواقف ممكن نعالجها بطريقة. لاعب عم برجع الكرة لحارس المرمى، الكرة دخلت، شوفوا شو كانت ردة الفعل عند الفريق الآخر. ببعض الأحيان يمكن التصرف بيكون نابع من حكمة مش من قانون، القوانين وجدت لخدمة الناس مش العكس. نرجع لختام الحلقة مع ضيوفنا نبيل ومودي، بدي منكم أجوبة سريعة، هل ممكن نشوف قاسم ليلى بعد غياب طويل أساسي بالمباراة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، والله أعطيتني جواب واضح. شو بدي لك، ما هي مش يعني مش بايد القصة، انت بتقدر تقول انه يعني أكيد شايف إن بالتمرين يعني انه في يعني احتمالات جدية، في اكيد في احتمالات جدية، لان ماتش بتعرف ماتش النجمي لازم يكون خط الوسط يكون اقوى. ايه او لا، الاجانب نقطة ضعف واضحة بالانصار؟ اكيد لا، اكيد ايه. مودي، عندما يتلقى الفريق هدف يضيع لفترة، ممكن صارت أكثر من مرة، بيطول ليستوعب الوضع، بس أهم حاجة تستوعب الوضع. طيب، شو الجو المختلف اللي أطفال كابتن بوكير على فريق النجمة؟ لا ده مستر بوكير الصراحة يعني بصماته باينة جدا مع الفريق، الحمد لله كسبنا كل الماتشات اللي لعبناها الدور ده باستثناء ماتش واحد، فطبعا بصماته واضحة جدا مع الفريق، قدر يطور من مستوى الفريق طبعا، دي شهاده لازم اقولها يعني مستر بوكير وحسين حمدان، كابتن حسين حمدان وكابتن ابراهيم نعتاني، طبعا الصراحه بصمتهم باينه جدا مع اللعيبه، وان شاء الله نفضل التطور ده في الماتشات اللي جايه. تابعت اخر مباريات لعبها الانصار خصوصا اخر مباراتين مع الصفا وجاسينج، شو رايك؟ طبعا انصار فرقه طبعا قويه جدا طبعا، يعني طبعا هم وضعهم دلوقتي مش كويس، بس طبعا فريق كبير، واي فرقه كبيره ليها وضعها وليها احترامها طبعا، ايا كان نتائجهم طبعا اي فريق كبير ممكن يمر بمرحله، بس طبعا انصار فرقه كبيره وان شاء الله يقدروا يعدوا المرحله ديت ويقدروا يجيبوا لعيبه كويسه خبرات، يعني يقدروا يعملوا حاجه ان شاء الله الموسم اللي جاي. خلينا نجرب الدقيقتين نعمل سيناريو لمباراه السبت نبيل، كيف تتخيل مباراه نجمي انصار، كيف ممكن تروح؟ اعطيني سيناريوين. ان شاء الله ان شاء الله، يعني بشوف الربح لأنه أنا كرأيي الشخصي كفريق، ليش؟ فريق
لان اللي شايفه بالتمرين هاي الجمعه والتركيز والجديه اكيد انا بدي اقول انه لازم فريقي يربح هاي الجمعه. غير الاحساس المعنوي اللي انت شايفه النفسي، شو في عوامل على الارض بتخليك تحس هيك؟ لان حسوا اللعيبه، يعني في لعيبه عم بتحس انه لك وين صرنا، وين رايحين نادي الانصار، وين رايح بحياتنا، ما كنا بهذا الترتيب او وصلنا لهي المرحله. يعني اكيد لازم نعمل شيء بهذا المباراه. مودي انت كيف بتشوف المباراه؟ انا شايف ان شاء الله تبقى مباراه كويسه الجمهور يتمتع بيها، وانا ان شاء الله شايف ان فريق النجم ان شاء الله باذن الله هنكسب، لان دي يعني مباراه بالنسبه لنا حياه او موت، ما في تعادل. بالظبط كده، احنا ان شاء الله احنا اللي هنكسب باذن الله، على اساس ان شاء الله نقدر يعني نتوج ان شاء الله باذن الله بالدوري السنه ان شاء الله. خلينا نكون منطقيين، يعني التعادل هو بمثابه الخساره للنجم طبعاً. لانه اي نتيجه ثانيه ايجابيه لغيسينغ تحديدا سيضع النجم امام ضغط المباراه الاخيره بالدوري تحديدا امام غاسينغ. خلينا نذكر مشاهدينا باكثر من مساله. النقطه الاولى احتفال النبي شيت اللي عرضناه من شوي، هو احتفال كان اقامته بلديه النبي شيت تكريما للنادي الصاعد حديثا الى دوري الاضواء بمبادره منا، وطبعا هو اول نادي بقاعي. تاني شيء بذكر بترتيب بطولة لبنان قبل انطلاق مباريات الأسبوع العشرين من البطولة، الأسبوع المفصلي من هالبطولة. النجمة إذن بالمركز الأول 39 نقطة، غاسينغ 36، صفا 35، العهد 34، شباب الساحل 29، طرابلس 25. سنشهد معركتين في الأعلى والأسفل. الأنصار 25، الإخاء 22، التضامن 19، السلام 16، المبرة 15، والاجتماعي 10 نقاط. نتابع مباريات الأسبوع المقبل، استحقاقات النقل المباشر يوم الجمعة مباشرة على هواء شباب الساحل الصفا من ملعب صيدا البلدي 3:15، السبت مباشرة من المدينة الرياضية النجمة الأنصار الساعة 3:15 أيضا، في نفس الوقت يلعب السلام صغيرتا مع الاجتماعي. خسارة الاجتماعي ستعني على الأرجح هبوطه إلى الدرجة الثانية مباراة بالمرداشية. طرابلس مع الإخاء الأهلي علي بطرابلس مباراة تعزيز مراكز. التضامن سور يلعب مع المبرة بسور، وفوز التضامن سوف يعني تقريبا هبوط المبرة إلى الدرجة الثانية. العهد والغاسينج يوم الأحد مباراة منقولة مباشرة الساعة 3:15، وبذكر أنه الأحد أيضا سيكون موعد لسباق السيدات ابتداء من الساعة 8 إلى 5 صباحا. بدي أختم مع بدي أخذ اتصال قبل ما أختم. طبعا أثار موضوع إيقاف علي السعدي من قبل إدارة نادي الصفا علامات استفهام كتير، ليش؟ لاعب دولي، لاعب عنده اسم كبير، فما هو السبب؟ يجيبنا عن هذا السؤال أمين سر نادي الصفا الشيخ هيثم شعبان. شيخ هيثم مساء الخير. يسعد مساك استاذ حسن ويعطيك العافيه. مثل ما وعدتك معك دقيقه، بدي منك جواب واضح وصريح، ليش يعني اخذتوا قرار بايقاف علي؟ يعني بتقول لاعب دولي وكذا وبده دقيقه نحل له موضوع، لا بدنا السبب. ليش ما اثير الاستفهام بايقاف علي السعدي ايام المنتخب؟ بكل الاحوال استاذ حسن، طبعا لازم يصير الاهتمام بموضوع علي السعدي اللي حصل معه باخر مباراه. لو اداره نادي الصفا ما تعاملت بهذا الموضوع كان لازم تصير الاهتمام. طبعا اللي عامله الكابتن علي السعدي لا شك كابتن كبير، بس ولكن الاخطاء ربما تكون مقصوده او غير مقصوده. طبعا بيحتفظ النادي بموضوع المعطيات اللي عنده، بس اللي صار مع الكابتن علي السعدي بالمباراه، مباراه الصفا والنجمة قصدك، الصفا نجمة، اهدر تعب اللاعبين، اهدر جهد المدرب، اهدر مال النادي، وبالتالي بالنسبه لهيدي التوقيف هو توقيف اداري. بعد شوي نادي الصفا رح يفصح عن كل المعطيات بأنا. شيخ هيثم أنا بتصور اللي عم بالعلقه، إذا بتريد يعني أعطيني هذا الوقت لحتى أعطي اللي عم بيصير الشبهات بهذا الموضوع، اللي عم بيصيروا موضوع علي السعدي هن اللي عم بيكونوا اللي عم بيصيروا الشبهات، وعم نشك بأمرهم ليش عم بيصيروا هذا الموضوع. طب سؤال تاني سريع،
عم تقول هالمباراة صار فيها خطأ مقصود أو غير مقصود بصراحة، وعم تقول إنه عندكم معطيات، يعني كأنك عم تقول مقصود. فإذا كان مقصود من ويقف وراء هذا الخطأ؟ أستاذ حسن، طبعا هذا أمر قررته إدارة نادي الصفا. إدارة نادي الصفا سيدت نفسها، ما ناطرة من حدا، لا من الجمهور أو من اللي عم بيحاولوا يبخوا سموم على النادي لحتى يقدروا يفوتوا يعملوا بلبلة داخل النادي. اللي عملوا علي السعدي بيستحق توقيف، هيدا كل واحد بيؤمن بالفوتبول وبيؤمن بالحق وبالصدق. شيخ هيثم، سؤال أخير. إيفرتون سجل هدفين في مرمى، فياريال أمس مع برشلونة سجل هدفين في مرمى لم يوقف لاعبين. برجع بسألك سؤال كتير واضح وصريح، هل تلمح إلى أن ما الهدف اللي سجله على السعدي في مرمى بمباراة الصفا والنجمي كان مقصود ولديكم أدلة؟ أنا بدي أسأل السؤال بالعكس. أنت كنت حضرتك عم تشاهد المباراة، من بداية المباراة كان في أمور مشبوهة بالمباريات، بس بكتفي بهذا القول. لكل مين بيفهم بالفوتبول وباللعبة، يعني غير اللي عم ينحكى، كل مين بيفهم بالفوتبول وباللعبة بيشوف الأداء، بيرجع بعيد المباراة، ومثل ما بيقولوا بيعرف نحن شو بنقصد. شكرا شيخ هيثم شعبان، بترك لبرنامج شكرا. أوفسايد حق متابعة هالموضوع بكل تفاصيله مع نادي الصفا وإيضاحه أكثر، لأنه الكلام اللي عم ينقال اتهام خطير منه مزحة. وبالمقابل أيضا بترك حق الرد للاعب المعني، مش لأي حدا تاني، لأنه من حقه يوضح وجهة نظره بوقت تاني. كلمة الختام نبيل لك ولمودي. الختام أنا بتمنى هذه الأمور تنتهي على خير مع علي السعدي ونادي الصفا. أنا ما بتدخل فيها، يعني ما إلي فيها، وبتمنى على فريق إن شاء الله نهار السبت يقدموا اللي هن المطلوب منهم يقدموه، وعلى اللعيبة تراجع حالها شوي، اللي عم بقصدهم هن بيعرفوا حالهم مين، يعطوا من كل قلبهم، يعطوا هالنادي بس ثلاث مباريات وإن شاء الله خير. قبل ما أروح لمودي، كانت الطيارة عم ترجف مطبات هوائية، كنتوا رايحين على البرازيل، وطلبت تلبس سبادرين، إنه إذا لا سمح الله وقعت الطائرة، شو رح تفرق معك إذا كنت لابس سبادرين أو لا؟ بعتقد اللي قاعد حد خي يوسف كان. يوسف خيك؟ أكيد. يوسف بعلبك. أكيد. هو اللي قاعد حد وقلت له لبسني سبادرين. مودي كلمة الختام. الأول بشكر حضرتك على صداقتك لي النهاردة، وبشكر نبيل، وطبعا بطلب من جمهور النجمة طبعا يفضلوا واقفين جنب الفريق إذا في جمهور. لا والله ما لا في جمهور يعني نبيل، بس هذا الجمهور مظلوم وآن الأوان أنه ينفك هالحرمان. بالضبط، يعني 200-300 واحد اللي بيجوا يشجعوا فريق النجمة يعني بيعطوا معنويات للفريق. أكيد. كأن الجمهور النجمة كله موجود. بطلب منهم يقفوا جنب الفرقة، وطبعا بطلب من مجلس الإدارة زي ما هم كده واقفين جنب الفرقة في ظهر الفرقة يفضلوا مسندنا، وإن شاء الله بإذن الله بوعد جمهور النجمة إن شاء الله ماتش الأنصار بإذن الله الفوز. شكرا مودي، شكرا نبيل بعلبكي، ومثل ما هالجو الحلو بين هاللاعبين الكبار، بتمنى أنه مباراة الديربي، ديربي كرة القدم اللبنانية النجمي والأنصار، بتبقى هي الديربي مهما كان موقع النجمي ومهما كان موقع الأنصار. بتمنى أنه الفريقين يقدمون لمباراة طليق باسم النجمي واسم الأنصار يوم السبت المقبل، وطليق باسم كرة القدم اللبنانية. إذن مواعيد جديد الجمعة والسبت والأحد الساعة 3:15 والأحد الساعة 8 صباحا بسباق السيدات. إلى اللقاء.